لا شك انه الحدث اللي صار بتحرير الجنوب واللي ينسب كثير فضل له لحزب الله شغله كتير مهمه ومشكوره انما استاذ علي وقت المقاومه بتحرر شقفه من الارض بتحررها للبلد ما بتحررها الا وهون المشكله انه انت اي حركات المقاومه بالعالم اللي كانت تتحرر العدو وتحرر بلده كان بالنهايه تحرروا للبلد ويرجع البلد يصير له كيان نحن اللي صار عنا انه حزب الله حرر الجنوب بس بعده الجنوب بقيت حزب الله خارج اطار الدوله وهي عم نشوفها بكثير مفاصل حتى تصرف حزب الله ما كان عم بيتصرف بطريقه انه هو بده يروح للدوله